انا كنهضر معاكم والبلطاجيه ديال المخزن تابعاني. المهم هذاك الفيديو راه تحيد لان فيه سبان وفيه الهضره خايبه. مسحتو اصدقائي انا يلا جيت هبط جاي من المدينه طالع للدار باش نبريباري في الحوايج ديالي. ولكن راه باقا معركه. واحد خيي عنده واحد 10 المنيول ديالي دابا انا ما عطاش ليا بهذا الليل غندير معاه شي مصيبه. انتم اصدقائي ها هي عندي الديبار لو لا دات لو 9 هذه باش تقطعات اليوم. عندي انا نقرا لكم الديبار ديالي. غنوقف امام القصر الملكي وخمنوا على الوقوف غنوقف علاش يوقفوهم احنا ما نوقفوش امام باب القصر الملكي. واقف كنهضر امام باب القصر الملكي اصدقائي. الطياره عندي في لودوز 12 السبت محمد الخميس. المهم الطياره غدير ديبار مع 11 اصدقائي. ها هي هادي البيه اصدقائي. ها جواز السفر اصدقائي قلبي. ها جواز السفر يعني اصدقاء ديالي هاد البلاد باي باي مصالحاش ليا مصالحاش نعيش فيها. هادي بلاد ديال القوي ياكل الضعيف. بلاد فيها ولاد الحرام. بلاد ديال ولاد الحرام مع احترامي للشهداء للشرفاء في هذا الشعب رجال ونساء. اقسم لكم بربي العزة اخوتي داكشي اللي درت قبيله في كوميسارية والله كلشي يدري واش يعتقلوا حيت حوايج قلتلهم تيروا فيا بالسلاح وعباد الله قلتلهم قولوا للوكيل والوكيل العام وتيروا فيا. هاد البلاد ما فيهاش قانون. هاد البلاد ما فيهاش قانون. هادي غابة هادي غابة مول الغابة ما نصفناش. أنا ما تنصفتش أنا في هاد الغابة ما تنصفتش أنا في غابة هاد الغابة اللي ما نصفتنيش وما نصفتش ولادي ما عندي ما ندير بهاد الغابة. سمحت في ولادي خليهم في المغرب سمحت فيهم ما غنديهمش غادي بوحدي طالب اللجوء السياسي أحد الدول ويخ من هاد البلاد ويخ منا واللي يجي منها. شي لو كان بخياري انا نتخلق في هاد البلاد نقول لي يا ربي ما تخلقنيش في هاد البلاد. كون كان خياري انا نكون عربي عربي تاع العرب ما عنديش انا ما باغي ما عندي ما ندير بهم. اش هاد البلاد هادي واش بلاد فيها الجامع وفيها القران قالك يحكموا بالقران قالك عندهم امير المؤمنين. فين هو امير المؤمنين؟ فين هو؟ وريوني امير المؤمنين فين هو؟ فين هو امير المؤمنين؟ شنا الظلم؟ كاين الظلم. اي مسؤول كتمشي عنده في هاد البلاد كيقول لك اي مسؤول في هاد البلاد تمشي عنده كيقول لك الاسره الملكيه هي اللي سرقه صندوق المقاصه. كيقول لك الملك اللي مدير هاد الشفاره. انا حاكموني انا عدموني قتلوني. اي مسؤول العمال الولاة المستشارين المسؤولين ديال الجيش المسؤولين ديال الدرك المسؤولين ديال القضاء اللي مشيتي عندو يقول لك الاسره الملكيه سرقات صندوق المقاصه. حتى واحد ما باغي يحاكم شي حد. حنا في غابه الملك ما باغيش يحاكمهم. هما كيقول لك الملك وربعتو كيقولوا على الملك كلام. شنو ما كلت حتى واحد ما جداني حتى واحد ما حاكمني حتى شي واحد. ولهذا انا والله ما نخاف. قرطاس باغي السلاح تيعرف فيا ها السلاح تيريو فيا الدم تلاق الدم نموت. وانا باغي نموت شهيد. انا نتمنى الشهاده نموت على هاد المفسدين دوك اللي كيمشيو يحاربوا عند ما عاد فين. راه عندكم هنا تحرروا بلادكم بعدا تحرر البلاد من الفساد والاستبداد. هاد البلاد ما محراش من الفساد والاستبداد. هادي بلاد الظلم هادي بلاد الظلم
بلاد الفساد بامتياز، كترضى علينا امريكان حيت كدي لنا رزقنا، كيرضى علينا الاتحاد الاوروبي حيت مدي لنا رزقنا. هاد البلاد فيها الظلم، هاد الدولة دولة فساد، راضين عنا الدول الخارج حيت كيجيو نعسو مع 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 الضحية ديال هاد البلاد، ديال البنات ديال المغرب. فساد كثير وكبير أصدقائي، فساد كبير وكثير في هذه البلاد بكل صراحة. هنا لوبي، عصابة، كل شيء كيسرق. وقبيلها كوميسارية قال لي يا صاحبي المسطرة غنديرو، وقلت لي تاس المسطرة نتوما كتغمقوا على هاد الفقراء ديال هاد الشعب، وما عندكم لا قانون لا والو في هاد البلاد، كل شيء شفار. هذه دولة، دولة فساد. الدولة المغربية دولة فساد، الدولة المغربية دولة فاسدة، فعصابة تحكمها عصابة إجرامية من كبيرهم إلى صغيرهم. حاكموني، كل شيء ولاد الحرام، كل شيء شفارة، العمال، القودات، الولاة، المسؤولين، ومعنا أحزاب. كنهضر على المباشر أصدقائي، لأنني قالي يوم في المغرب عندكم، ما عمري غنبقى ندخل لهاد البلاد. هاد البلاد فيها الظلم، فيها الظلم، فيها الظلم. سمحت في عمران ولدي، ما غنبكيش انا اليوم، ما باغيش نبكي. سمحت في عمران ولدي عنده 5 سنوات، نهار 14 فهاد الشهر 11 غيكمل 5 سنين. فاطمة الزهراء عندها 5 زيدها في 7/3/2001، وبوتين اختها فرق ديالها هي وياها بسنتين. يعني سمحت في ولادي وفي الام ديالي اللي هي اعز من ملك في هاد الدنيا. مازال امي راه كترضي عليا وكتشوفني وكنبوسها وكتعنقني وتدعي معايا. اما هاد البلاد ما والو، لا مالك ولا هادوك الشفاره اللي معاه والو. انا ما داروا معايا في الملف ديالي والو، ولهذا انا ما خايفش منكم، كنقول لكم انا فين كاين. شو تتابعني واحد شفار نائب المال العام السياره من الصباح تابعيني؟ واش انا بزناس؟ واش انا كنبيع ونشري كوكايين؟ واش انا شفار قاضي التحقيق؟ ما انا قاضي التحقيق، ما انا مستشار الملك، ما انا عامل مواطن فضح الفساد من 2002 الى هذا. مستعد يخلي ولادو على الظلم اللي في هاد البلاد. واحد مات، محسن فكري مات، انا ما غنموتش. هاد ولاد الحرام عصابه في هاد البلاد. انا غادي للدوله، دوله اللي طلبت فيها اللجوء السياسي، هي غتكون مفاجأة لكم أصدقائي صديقاتي، ما نقولش لكم سميتها. رغم جوني 5 فيزات من 5 دول، دولة واحدة، 2 دول أوروبية و 2 دول ماشي أوروبيين، ولكن الدولة اللي غادي لها أنا غتكون مفاجأة أصدقائي. مبغيش نقول لكم، يعني ظلم كثير وكبير. واش اللي مشيتي عنده كيقول لك هاك الفلوس، البنك البتة والمخزن صيفط لي البنك الشعبي، اتصلت بيا شفارة صيفطوا لي البنك الشعبي، البنك الشعبي اتصلت بيا من الرقم ديالها، كلشي كيسرق. وقبيلها كوميسارية قال لي يا صاحبي المسطرة غنديرو، وقلت لي تاس المسطرة نتوما كتغمقوا على هاد الفقراء ديال هاد الشعب، وما عندكم لا قانون لا والو في هاد البلاد، كلشي شفار. هذه دولة، دولة فساد. الدولة المغربية دولة فساد، الدولة المغربية دولة فاسدة، فعصابة تحكمها عصابة إجرامية من كبيرهم إلى صغيرهم. حاكموني، كل شيء ولاد الحرام، كل شيء شفارة، العمال، القودات، الولاة، المسؤولين، ومعنا أحزاب. كنهضر على المباشر أصدقائي، لأنني قالي يوم في المغرب عندكم، ما عمري غنبقى ندخل لهاد البلاد. هاد البلاد فيها الظلم، فيها الظلم، فيها الظلم. سمحت في عمران ولدي، ما غنبكيش انا اليوم، ما باغيش نبكي. سمحت في عمران ولدي عنده 5 سنوات، نهار 14 فهاد الشهر 11 غيكمل 5 سنين. فاطمة الزهراء عندها 5 زيدها في 7/3/2001، وبوتين اختها فرق ديالها هي وياها بسنتين. يعني سمحت في ولادي وفي الام ديالي اللي هي اعز من ملك في هاد الدنيا. مازال امي راه كترضي عليا وكتشوفني وكنبوسها وكتعنقني وتدعي معايا. اما هاد البلاد ما والو،
لا مالك ولا دوك الشفاره اللي معاه. انا كنهضر معاكم والبلطاجيه ديال المخزن تابعاني. المهم هذاك الفيديو راه تحيد لان فيه سبان وفيه الهضره خايبه، مسحتو اصدقائي اصدقائي. انا يلا جيت هبط جاي من المدينه طالع للدار باش نبريباري في الحوايج ديالي. ولكن راه باقا معركه، واحد خيا عنده واحد 10 المليون ديالي دابا انا ما عطاش ليا بهذا الليل، غندير معاه شي مصيبه. انتم اصدقائي ها هي عندي الديبار لو لا دات لو 9 هادي باش تقطعت اليوم. عندي انا نقرا لكم الديبار ديالي. غنوقف امام القصر الملكي، وخمنوا على الوقوف غنوقف، علاش يوقفوهم احنا ما نوقفوش امام باب القصر الملكي. واقف كنهضر امام باب القصر الملكي اصدقائي. الطياره عندي في لودوز 12 السبت محمد الخميس. المهم الطياره غدير ديبار مع 11 اصدقائي. ها هي هادي البيه اصدقائي، ها جواز السفر اصدقائي، ها البيه، ها جواز السفر. يعني اصدقاء ديالي هاد البلاد باي باي، مصالحاش ليا، مصالحاش نعيش فيها. هادي بلاد ديال القوي ياكل الضعيف، بلاد فيها ولاد الحرام، بلاد ديال ولاد الحرام. مع احترامي للشهداء للشرفاء في هاد الشعب رجال ونساء، اقسم لكم برب العزه اخوتي داكشي اللي درت قبيله في كوميساريه والله كلشي يدري واش يعتقلوا، حيت حوايج قلتلهم تيروا فيا بالسلاح وعباد الله. قلتلهم قولوا للوكيل والوكيل العام وتيروا في هاد البلاد، ما فيهاش قانون، هاد البلاد ما فيهاش قانون، هادي غابة، هادي غابة. مول الغابة ما نصفناش، أنا ما تنصفتش، أنا في هاد الغابة ما تنصفتش، أنا في غابة، هاد الغابة اللي ما نصفتنيش وما نصفتش ولادي، ما عندي ما ندير بهاد الغابة. سمحت في ولادي خليهم في المغرب، سمحت فيهم ما غنديهمش، غادي بوحدي طالب اللجوء السياسي. أحد الدول ويخ من هاد البلاد ويخ منا واللي يجي منها. شي لو كان بخياري أنا نتخلق في هاد البلاد نقول لي يا ربي ما تخلقنيش في هاد البلاد، كون كان خياري أنا نكون عربي عربي. تاع العرب ما عنديش، أنا ما باغي ما عندي ما ندير بهم. أش هاد البلاد هادي؟ واش بلاد فيها الجامع وفيها القرآن؟ قالك يحكموا بالقران، قالك عندهم امير المؤمنين. فين هو امير المؤمنين؟ فين هو؟ وريوني امير المؤمنين فين هو؟ فين هو امير المؤمنين؟ شنا الظلم؟ كاين الظلم. اي مسؤول كتمشي عنده في هاد البلاد كيقول لك، اي مسؤول في هاد البلاد تمشي عنده كيقول لك الاسره الملكيه هي اللي سارقه صندوق المقاصه، كيقول لك الملك اللي مدير هاد الشفاره. انا حاكموني، انا عدموني، قتلوني. اي مسؤول، العمال، الولاة، المستشارين، المسؤولين ديال الجيش، مسؤولين ديال الدرك، مسؤولين ديال القضاء، اللي مشيتي عندو يقول لك الاسرة الملكية سرقات صندوق المقاصه. حتى واحد ما باغي يحاكم شي حد، حنا في غابة، الملك ما باغيش يحاكمهم، هما كيقول لك الملك ورباعتو كيقولوا على الملك كلام. شنو ما كلت، حتى واحد ما جداني، حتى واحد ما حاكمني، حتى شي واحد. ولهذا انا والله ما نخاف. قرطاس باغي السلاح تيرو فيا، ها السلاح تيرو فيا، الدم طلق الدم نموت، انا باغي نموت شهيد. انا نتمنى الشهاده نموت على هاد المفسدين دوك اللي كيمشيو يحاربوا عند ما عاد فين. راه عندكم هنا حروا بلادكم، بعدا تحرر البلاد من الفساد والاستبداد. هاد البلاد ما محراش من الفساد والاستبداد،
هادي بلاد الظلم، هادي بلاد الظلم، بلاد الفساد بامتياز. كترضى علينا امريكان حيت كدي لنا رزقنا، كيرضى عنا الاتحاد الاوروبي حيت مدي لنا رزقنا. هاد البلاد فيها الظلم، هاد الدولة دولة فساد. راضين عنا الدول الخليج حيت كيجيو ينعسوا مع 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 الضحية ديال هاد البلاد، ديال البنات، ديال المغرب. فساد كثير وكبير أصدقائي، فساد كبير وكثير في هذه البلاد بكل صراحة. هنا لوبي عصابة